السلام الله عليكم متابعي قناة دنيا معلومات. في فيديو جديد وموضوع جديد. موضوع هذا الفيديو سنجيب على المد الذي لا يتوقف على سبب فهو. طبعا ندعوكم اشتراك بالقناة، أعجب بالفيديو دعما لنا لتقديم المزيد، ولا تنسوا طبعا زيارة موقعنا الذي وضعنا رابطه بالوصف، تجدون به جميع أجوبة وأسئلة القناة التي طبعا تعرفنا عليها من خلال القناة. لا تنسوا الاشتراك بالقناة ودعمكم ب طبعا لايك لنا سيفيدنا في الاستمرار في تقديم المزيد من الأجوبة. والإجابة الصحيحة هي المد الأصلي الذي يسمى كذلك بالمد الطبيعي.